ازدحام بقطارات الأنفاق ومظاهر لحياة طبيعية تعود لأكبر مدينتين في الصين، حيث اقترب سكان مدينتي بكين وشنغهاي من التعايش مع فيروس كورونا المستجد وما خلفه من تبعات، وذلك بعدما أدى انتشار الجائحة في الأسابيع الماضية إلى بقاء معظم الناس في منازلهم لبضعة أسابيع. كانت الحكومة الصينية من جانبها قد أنهت بدون سابق إنذار سياسة صفر كوفيد، ما أدى برأي البعض لزيادة معدلات الانتشار بين الصينيين. أنا في طريقي إلى العمل، عاد الجميع بشكل أساسي إلى أعمالهم. ليس هناك حاجة للتحقق من الكود الصحي عندما نتناول الطعام بالخارج. لقد انتهى الجو المتوتر الآن. وعلى صعيد متصل، كثفت المستشفيات الصينية جهودها لعلاج الحالات الحرجة لمرضى كوفيد-19 التي لا تزال بحاجة لعلاج مكثف. بيانات الإصابات بكورونا في الصين باتت الآن من الماضي، حيث قامت اللجنة الوطنية للصحة بوقف نشر البيانات اليومية لإصابات ووفيات الفيروس وسط توقعات تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه بعد أيام قليلة انفجاراً في الحالات وأكثر من 1,000,000 وفاة العام المقبل.